وزارة المالية تعلن انتهاء تحويل كافة البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى كروت ميزا بنهاية ديسمبر المقبل. الاتحاد الأوروبي يثني على قرار السودان إصلاح سعر الصرف. أسعار الذهب العالمية تبلغ ذروة أسبوع في ظل ضعف الدولار وتراجع العوائد الأمريكية. أخبار المال والأعمال، أهلا بكم. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أنه سيتم بنهاية ديسمبر المقبل الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة بكروت ميزة المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية، والتي تتيح خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات الصرف والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت ونقاط البيع الإلكترونية وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونية الحكومية. وأضاف الوزير أنه من المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وإبريل 2021 تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات ميزة بالتعاون مع البنوك والهيئة القومية للبريد. بحثت وزارات التعاون الدولي والتنمية المحلية والزراعة واستصلاح الأراضي والتضامن الاجتماعي خطة العمل والخطوات التنفيذية المقترحة للتوسع في مشروع برنامج الأغذية العالمية لتحقيق التنمية الزراعية والريفية عقب نجاح المرحلة الأولى المنفذة في 63 قرية بخمس محافظات في صعيد مصر. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة رانيا مشاط وزيرة التعاون الدولي بحضور محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمية في مصر والمدير القطري، وذلك في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك. أعلن المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن حجز الوحدات الصناعية كاملة التشطيب بالمرحلة الثانية لطرح المنطقتين الاستثماريتين في بنها وميت غمر قد شهد إقبالا متزايدا، حيث وصلت الوحدات المحجوزة خلال الأسبوع الأول إلى 133 وحدة. من جهة أخرى، حصلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على شهادة الأيزو 9000 واحد لنظام إدارة الجودة والارتقاء بخدمات المستثمرين من قبل الشركة السويسرية SGS التي تعد إحدى المؤسسات العالمية في تقييم أداء المؤسسات وإصدار شهادات مطابقة الجودة وفقا لمعايير منظمة الأيزو الدولية. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية قبل ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين والعرب قابلتها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب، وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 702.2 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 3 مليارات جنيه. وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.98%، كما انخفض مؤشر EGX 70 بنسبة 1.5%. ومعنا عبر الهاتف أستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. أستاذة حنان، بعد التحية، حدثينا عن أداء البورصة المصرية اليوم. النهارده زي ما حضرتك ذكرت كان في انخفاض لكافة المؤشرات، وده بيرجع لاستشفاء مهم إن فيها رعاية من قبل الأفراد المصريين والعرب مقابل المؤشرات من قبل الأجانب والمؤسسات، وده بيرجع إلى تدني أسعار الأسهم، وبيرجع كمان الانخفاضات لحاجة مهمة في سهم بيستحوذ على تلك السيولة تم إيقافه بسبب مخالفات تتعلق بالشركة، فده أثر على قيمة التداول وخلى المتعاملين والشركات يحاولوا يتصرفوا في الأسهم المتاحة لتغطية مراكز المديونية والهامش. تمام، أشكرك أستاذة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال. إلى السودان، حيث قال متعاملون إن الجنيه السوداني ارتفع مقابل الدولار في السوق السوداء، وذلك بعد يومين من خفض حاد لقيمة العملة، بينما ظل السعر الرسمي للدولار مستقرا عند 375 جنيها سودانيا. من جانبه، أثنى الاتحاد الأوروبي على قرار الحكومة الانتقالية بالسودان بالمضي قدما في إصلاح سعر الصرف، مؤكدا أنها خطوة مهمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. وأكد الاتحاد الأوروبي أن تنفيذ السودان لإصلاحات في سعر الصرف سيمهد الطريق لتخفيف الديون، بما في ذلك تعزيز قدرة السودان على الوصول إلى قرار في إطار مبادرة البلدان المثقلة بالديون. أظهرت وثيقة أن الاتحاد الأوروبي سيدعو الزعماء الماليين لأكبر 20 اقتصادا
في العالم هذا الأسبوع إلى مواصلة ضخ أموال في الاقتصاد العالمي ما دامت هناك حاجة إليها للتعافي من جائحة كوفيد-19. وسيعقد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في الاقتصادات العشرين الأكبر في العالم المعروفة باسم مجموعة العشرين مؤتمرا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الجمعة، وسيكون الرد العالمي على الأضرار غير المسبوقة التي أحدثها فيروس كورونا بالاقتصاد على رأس جدول الأعمال. وافقت لجنة الميزانية بمجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون بقيمة 1.9 تريليون دولار يتضمن مساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا ويسنده رئيس جو بايدن. ويأمل مجلس النواب بكامل هيئته بإقرار مشروع القانون في وقت لاحق هذا الأسبوع، ويتضمن المشروع إجراءات لتحفيز الاقتصاد الأمريكي وينفذ مقترحات بايدن لتقديم أموال إضافية للقاحات كوفيد-19 ومعدات طبية أخرى. في أسواق البترول العالمية قفزت أسعار النفط ما يزيد عن دولار اليوم، إذ تلقت الدعم من تفاؤل حيال توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 وانخفاض الإنتاج، إذ تعود الإمدادات الأمريكية ببطء بعد طقس متجمد في تكساس أوقف إنتاج الخام في الأسبوع الماضي. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.7% إلى 66.32 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي 1.5% إلى 62.62 دولار للبرميل. يتوقع بنك مورغان ستانلي الأمريكي أن ترتفع أسعار خام برنت إلى 70 دولارا للبرميل في ربع الثالث بفضل مؤشرات على تحسن كبير للسوق من بينها احتمالات طلب أفضل. وقال البنك في مذكرة إن الأوضاع باتت مواتية لسوق النفط بوتيرة أسرع من المتوقع. وأزاد مورغان ستانلي توقعه لأسعار برنت في النصف الثاني من العام من 60 دولارا للبرميل إلى نطاق 65 إلى 70 دولار للبرميل، مع ذروة عند 70 دولارا في الربع الثالث. أعلنت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري اكتشاف حقل نفط خام وغاز طبيعي في بحر بوهي يقدر إجمالي احتياطاته بنحو 100 مليون طن نفط مكافئ. وذكرت المؤسسة أن الحقل الذي يقع على عمق 23 مترا وسط بحر بوهي على مسافة 140 كيلومترا من بلدية تشانغين شمالي الصين، فيما بلغ عمق الحفر في البئر الاستكشافية للحقل حتى الآن 5223 مترا، وهو العمق الذي وصلت عنده أعمال الحفر إلى تشكيلات منتجة بسمك 346 مترا. وتتوقع المؤسسة أن يصل معدل الإنتاج اليومي بالبئر إلى 300 طن من النفط و150 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعي. في أسواق المعادن النفيسة ارتفع الذهب إلى ذروة أسبوع اليوم مدعوما بضعف الدولار وتراجع عوائد الخزانة الأمريكية، بينما تعززت جاذبية المعدن الأصفر بفعل مخاوف من ارتفاع التضخم أكثر، وصعد الذهب 0.2% إلى 1812.6 دولار للأوقية، بينما هبطت الفضة 0.3% إلى 28.6 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 1272.52 دولار. وهذه عناوين الساعة اقتصاديا. وزارة المالية تعلن انتهاء تحويل كافة البطاقات الحكومية الإلكترونية إلى كروت نيزا بنهاية ديسمبر. الاتحاد الأوروبي يثني على قرار السودان إصلاح سعر الصرف. أسعار الذهب العالمية تبلغ ذروة أسبوع في ظل ضعف الدولار وتراجع العوائد الأمريكية. نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.